قالوا كيف يكلم من كان في المهدي إيه صبية؟ أشارت إليه، قال قالوا إني كيف عيسى ابن نكلم مريم. من كان في المهدي صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني بارك نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا عيسى. الثانية من هو؟ ابن ماشطة بنت فرعون. هذه تمشط شعر بنت فرعون، طاح المشط منها، قالت بسم الله شالته، قالت باسم أبوي، قالت باسم ربي وربك ورب أبوك الله سبحانه. تسمح لي بنت وضح وضح ماشطة فرعون هي تمشط الشعر، شعر ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون تمشط الشعر. لا تقاطعوني، خذ السالفة على طول يا ربع، باقي إيه باقي ورانا أربعة، أقولك عادي عادي، بس أقول باقي ورانا أربعة. تمشط شعر البنت، طاح المشط، قالت بسم الله شالت المشط، قالت باسم أبوي، التفتت لها البنت، قالت باسم ربي وربت ورب بوت الله سبحانه. راحت علمت أبوها، حط لهم يقولون قدر فيه زيت مدري شنو، وكاد إنها نار. يا فلانة آمني فيني، قالت بالله سبحانه. حذف ولدها، قبل لا يحذف ولدها تكلم ولدها، مثل نفس سالفة أصحاب الخدود، تراه تكلم عليك السلام ورحمة، تكلم في المهد نفسها، كلهم أشرفوا على النار. أصحاب الأخدود ولدها، أنا ما أدري واحدة من الثنتين كان عندها عيال اثنين غيره، فحذفهم قدامها كلهم، لين بقى اللي في المهد حنت عليه شوي، إيه هذه حقة أصحاب الأخدود، قال أقدمي يا أمه فإنك على حق، أنطقها الله. إيه فرماها، رمت، عطته ورمى ولدها ورماها عقبها. بنت ماشطة بنت فرعون ولدها نفس السالفة، تكلم في المهد وقال لها انك على حق، ورماه في النار، ورماه، رمى المرأة اللي هي أمه وراه. طبعا في الإسراء والمعراج الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عدى وحدة من السماوات، والله ما أدري كم ترتيبها في السماء، شم ريح مسك، فسأل جبريل قال يا جبريل وش الريح هذا؟ قال هذا ريح قبر ماشطة بنت فرعون، أكرمها الله سبحانه وتعالى إنه خلى ريح قبرها في السماء ريح مسك. خلصنا ثلاثة صح؟ بقى الرابع. الرابع هذا شخص دائم في صومعته، في مهجاعة، يصلي. طبعا الصلاة إذا أهلك نادوك والديك، إذا كنت في نافلة اقطعها، إذا كنت في فرض حاول أنك تيسرها على طول، تستعجل عشان تلحق عليهم. تنادي أمه دائم يخاير بين أمه الصلاة، أمه الصلاة، يكمل الصلاة يروح لأمه. كم مرة صارت؟ مرة، مرتين، ثلاث، أربع، مرة من المرات نادته ما رد عليها، قالت اللهم لا تمت إلا وقد رأى المومسات. الله يعزكم عز المجلس والملائكة، المرأة البغي، جمع المرأة البغي، تعرفون البغي. دارت الأيام، جت وحدة يتحدون أهل القرية، فلان راعي دين، راعي صلاة، راعي. قالت وإذا رحت وفتنته وش لي؟ قال أبدا، أنت حداك روحي له. راحت له، حاولت فيه، ما هو راعي العلوم ذي، الله الله، رجال صادق ومخلص. فهي استحت أنها ترجع لهم وتقول لهم أني ما قدرت وخسرت التحدي. طلعت من عندهم فيه الراعي، افتعلتها مع الراعي ومشت، احملت، دارت السنين. قالت الولد هذا، وقالت لهم، قالت ولد، ايه قالت ولد اللي في الصومعة الولد، وهي كذابة. جو للرجال على طول في صومعته، هدوها عليه وضربوه وآذوه وسحبوه وهو ماشي. العلم وشو؟ قالت شوف العلم قدامه، هو ماشي شاف المومسات، سبحان الله، بعض المومسات غير المرأة هذه، شاف انه هو ماشي في الطريق، تذكر دعوة أمه اللهم لا تمت إلا وقد رأى المومسات، فشافن عرف السالفة. لا إيه ما رد عليها. إيه فدخل يوم جاء قالوا الولد هذا ولدك وأنت افتعلت حرام، ابتلوه. قال جيبوا الولد، أول ما جابوه سدحه، حط يده على سره وضغطه، قال من هو أبوك؟ قال أبوي الراعي. نطق الولد على طول ونطقها الله سبحانه. هذا الرابع من الخمسة، والعلم عند الله سبحانه. الخامس اللهم صل على محمد، واحد أتوقع أنه في عهد موسى حوله، أمه ماسكته
فمر من قدامها رجال قالت اللهم اجعل ابني مثله. ولدها صغير في المهاد قال اللهم لا تجعلني مثله. الصغير يقول إيه هذا منافق اللي مشى، الناس يحسبونه راعي دين وراعي صلاة وطاعة وعلم غانم ما حولها شيء. سبحان الله، الله اللي أنبأ الولد هذا. فنطق. دارت الأيام مرة ثانية، مرت من قدامه مرة قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فرد قال اللهم اجعلني مثلها. المرة هذه عابدة زاهدة مطيعة لله سبحانه وتعالى، ولكنهم اتهموها فقال اللهم اجعلني مثلها. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. هذول الخمسة اللي تكلموا في المهاد. اللهم امين يا رب. عندي ترميه بسيط بعيدا عن الموضوع هذا. يا الربع، وقت ما نكون في فعالية ولا شيء، اللي يطلع يعطيهم وضعية مرشد الطلابي، أنت لو صاحب ترشد أخوانك للطريق الصحيح، مو بترشدهم قدام الناس تكسب علينا يعني مشهد أني أنا الأب الروحي. والله ماني ترى بأخذ تركي، قد لاحظت أكثر من مرة اللي يطلع يسوي نفس أنا المية مية. لا تطلع قدام الناس وتقول يا الربع لا تسوون كذا، يا الربع اسمعوني أنا، يا الربع شفت وشفت، أنت شفت وشفت، لا طلعنا فعلمنا، مو بتقول تكلم قدام الناس وبس. ايوه يا ربع صلوا على النبي. انا لاحظ ما في اول ايام لنا في كذا واحد سواء فقره ولا بجلسه يبعد ينطنط، والله يجي بكل فقره ينط يسوي حركه من شينه، وانتم تشوفون وتعرفون كلكم هذه ففكونا منها. لا لا يا عيال، احنا ما جينا هنا الا صدق والله اتكلم. اللي ينطنط وذاف، انا ادري انك تبي تسوي توري الجمهور، ولكن ترى احنا نقدر نسوي مثلك، انا ماني شيء ترى اسوينا بنفسك، ولكن وشو كلنا ترى يعني احنا في محتوى صدق، احنا في محتوى ولا اي واحد من الناس جاي يعيش واقعيته. والله ما بجلس انا اسوي نفسي مثالي وانا طيب. احمد على احمد احنا مجتمعين سوالف يا عيال، صدق والله انا جاي اعيش واقعيتها، ما بدي اتصدق انا الشخص المؤدى المثالي يا الربع ولا المرشد الطلابي ولا المناوف في الفسحه. يا الربع اذكر الله صل على النبي. ايوه وش القصه؟ المقصد ما هو على مثاليه القصه يا قلبي، اقول القصه.